في تركيا قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون إثر انفجار في مستودع سري للوقود في بلدة تنيسمان جنوبي البلاد، فيما خرج آلاف الأتراك في مظاهرة قرب مقر حكومة أردوغان في اسطنبول وحملوها مسؤولية التفجيرات الإرهابية في مدينة ريحانية. وأردوغان يستجدي السيد الأمريكي التدخل الخارجي لحماية حكومته من الانهيار بسبب تزايد الرفض الشعبي لتورطها بدعم الإرهاب في المنطقة. تتوالى المظاهرات الشعبية والمواقف السياسية الصادمة لعصابة العدالة والتنمية الحاكمة في تركيا، المستعجلة بتوجيه أصابع الاتهام إلى سوريا بتفجير الريحانية الإرهابي. فبات مدير الإرهاب العابر للحدود بحاجة إلى إقناع الرأي العام التركي بالمذاعم التي أطلقها ضد سوريا أولا قبل أن يقنع المجتمع الدولي بها. آلاف الأتراك توجهوا إلى مقر رئيس عصابة العدالة والتنمية في اسطنبول محملين أعضاءها مسؤولية دماء الضحايا التي سالت على أرض ريحانية وطالبوها بالرحيل، وهو ما لم تطق قوات أمن أردوغان سماعه، فبادرت إلى إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين ولاحقتهم في الشوارع المحيطة واعتقلت عددا منهم. حسابات حقل أردوغان المتخبط في كذبه وأوهامه لم تتطابق مع حسابات بيدره، ما دفعه إلى الطلب من السيد الأمريكي بإعادة الأولوية لخيار العدوان الخارجي وتسليح عصابات القاعدة التي يديرها ويشرف عليها في سوريا، وهو ما قابله باراك أوباما بإعلانه احتفاظه بمجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية في محاولة لطمأنة الوكيل الفاشل حتى في إقناع شعبه. الضربة الأخرى المشككة في اتهامات أردوغان جاءت من أول وزير خارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية ياشار ياكيش، الذي أكد أنه لا مصلحة لسوريا بالتفجير وأن اتهاما كهذا يتصف بالسطحية. ياكيش أشار إلى أن الاحتمال الأكثر سوءا هو أن جهودا تبذل لجر تركيا إلى التورط في سوريا بالوكالة، وخاصة من الدول الغربية التي لا تريد أن تفقد جنودها هناك، بل تكتفي بإرسال الأسلحة والمساعدات إلى المسلحين أو من قبل المعارضة المسلحة التي ستكون سعيدة بالتدخل التركي المباشر. الغضب الشعبي التركي على سياسة عصابة العدالة والتنمية يتسع ويدفع إرهابيها إلى سباق مع الزمن، بعدما أدركوا أن فشل رهاناتهم في سوريا سيعني بشكل أو بآخر انتهاء وصايتهم على الشعب التركي، وهو ما قد يدفعهم لمزيد من الكذب والتلفيق وسفك دماء الأتراك بعدما أوغلوا في سفك دماء السوريين. التجمع العربي